نرحب فيكم أبنائي الطلبة في حلقة جديدة عن رياضة الجمباز والمهارات الخاصة فيها. في البداية مقدمة عن لعبة الجمباز. في الحلقة السابقة تكلمنا عن أجهزة الرجال في رياضة الجمباز، في الحلقة هذه راح نذكر أجهزة السيدات للمعلومات العامة فقط. أجهزة السيدات في الجمباز الفني عندهم 4 أجهزة مقابلها 6 أجهزة للرجال، فالسيدات 4 أجهزة فقط، وهي جهاز الحركات الأرضية وهو مشابه لجهاز الحركات الأرضية لدى الرجال، جهاز المتوازيان المختلفان بالارتفاع، الجهاز الثالث جهاز طاولة القفز وهو مشابه لجهاز طاولة القفز لدى الرجال، والجهاز الرابع هو جهاز عارضة التوازن. بالنسبة حق الجهاز اللي احنا قاعد نستخدمه في أداء مهارتنا، معلومة عن الجهاز: منطقة اللعب تحدد بخطوط، سمك الخطوط هذه 5 سنتي فقط، حيث يؤدي المتعلم تمرينه داخل هذه الخطوط ولا يعتبر خارجها إلا إذا تعدى جزء من جسده أو من جسمه، سواء كان ريل إيده أي كان الحد الخارجي للخط. إذا تعدى أي جزء من جسمه الحد الخارجي من الخط يعتبر اللاعب قد خرج خارج منطقة اللعب. الهدف من درسنا اليوم راح يكون هو تعلم كيفية أداء الدحرجة الخلفية المكورة بالشكل الصحيح. في الفيديو هذا اللي راح نشوفه يجب عمل وضع التكور على القدمين من وضع الكفين على الأرض أمام الجسم كوضع ابتدائي، نفس ما احنا شفنا في الفيديو في بداية الحركة. في الخطوة الثانية دفع الجسم للخلف من الوضع التكور على القدمين والكفين أمام الجسم، دفع الجسم للخلف مع تغيير مكان الكفين من أمام الجسم إلى المنطقة على الأرض بجانب الرأس من الكتفين، ولازم ان احنا ندقق ان انا لما اجي احط الكفين على الأرض لازم يكون بجانب الكتفين وبجانب الرأس. عند وضع الكفين على الأرض بجانب الرأس يجب ان يشير الإبهامين باتجاه الرأس. الخطوة اللي بعدها يجب إكمال الحركة للخلف مع إبقاء الجسم متكورا ثم دفع الأرض بالكفين علشان أسمح للرأس بالمرور بين الذراعين. بعد مرور الرأس من بين الذراعين يجب إكمال الحركة للخلف مع المحافظة على الجسم متكورا لإتمام الحركة. بالنسبة للمعلومات العامة عندنا في هذه الحلقة، هناك زي خاص في رياضة الجمباز يجب أن يتم ارتدائه أثناء المنافسات والبطولات، وهو مكون من 3 قطع. القطعة الأولى وهي الفانيلا أو التيشيرت، وهي عبارة عن فانيلا دون أكمام ذات علاقات، فيها خاصية المطاطية، تبرز أكتاف وذراعي المتعلم أو مؤدي في رياضة الجمباز ويرتديها طول فترة البطولة. القطعة الثانية هو الشورت القصير، وهو عبارة عن سروال قصير يصل لمنتصف الفخذ، يرتديه المتعلم عند أداء تمرينه على جهاز الحركات الأرضية وطاولة القفز فقط. القطعة الثالثة من زي رياضة الجمباز هو البنطلون الطويل، وهو عبارة عن بنطلون فيه خاصية مطاطية يرتديه المتعلم على باقي 4 أجهزة، وهي جهاز حصان الحلق والحلق والمتوازي والعقلة. وفي الختام درسنا اليوم تمكننا أن احنا نتعرف على أنواع أجهزة جمباز السيدات، الحدود الخارجية لجهاز الحركات الأرضية، كيفية أداء مهارة الدحرجة الخلفية المكورة، والزي الخاص في رياضة الجمباز للذكور. نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. مع السلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم رجعنا لكم معلومة جديدة وقيمة وجدا جدا مهمة. كثير من الأشخاص يتمرن في البيت، وكثير منكم أيضا يتمرن برا البيت، ولا سمح الله مرات يحوشك إصابة ما تدري شلون تتعامل معها. شنو أفضل الطرق وأفضل الإجراءات اللي إحنا ممكن نسويها بحيث إن إحنا نقلل من الإصابة ونقلل من التورم والألم؟ هناك كثير من الإجراءات. إحنا اليوم اختار لكم إجراء اسمه الرايس. هذا الرايس هي مجموعة من الإجراءات المتسلسلة بحيث إن إحنا نسويها واحدة ورا الثانية، وتؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيف الإصابة وتخفيف الألم. أول شيء، أول ما نصيب على طول نريح الجزء المصاب وهو الريست، الراحة. شو نسوي إحنا لمدة 48 ساعة؟ ما نحرك ريلنا، أو إذا كانت الإصابة في ريل ما نحركها، ما نحرك الجزء المصاب بشكل عام، نريحه عشان لا نستهلكه سواء كان من الجانب العضلي أو من الجانب الحركي. هذا أول إجراء. الإجراء الثاني اللي هو الآيس أو الآي، نحط عليه دائما الثلج، أو على طول أول ما تصيب تجيب الثلج وتحطه على المنطقة المصابة. لكن دير بالكم يا شباب، الثلج إذا تحطه مباشر على الجلد ممكن يؤدي إلى نوع من أنواع الحروق. فش نسوي إحنا؟ على طول نيب كيس الثلج أو الآيس باك، أو في ما يسمى الآيس جل، هذا نحطه على المنطقة المصابة وإن شاء الله ما عليكم للعافية. ثالث شغلة وشغلة جدا مهمة، وهو ما ينطلق عليها الكمبرس أو ضغط المنطقة المصابة. على طول إحنا عقب ما نعرض نحط الثلج على الريل، على طول نلف المنطقة المصابة بحيث إن هذا اللف ما يؤدي إلى زيادة في التورم. لكن أيضا دير بالكم، اللف القوي أو الضغط على المنطقة المصابة ممكن يؤدي إلى زيادة في الإصابة ويؤدي إلى زيادة في الألم، فندير بالنا. رابع شيء وهو آخر شيء اللي هو إحنا نرفع المنطقة المصابة، بحيث إن إحنا لو كنا مثلا الإصابة في الريل نام على ظهرنا، نرفع المنطقة المصابة من 10 إلى 15 سنتي، نخلي السوائل تنزل صوب القلب عشان يخف التورم ويخف الألم. على طول عقب ما تصيب وتسوي هذه الإجراءات دائما دائما ترجع حق طبيب المختص عشان الإصابة هذه ما تزيد عندكم وتتشافون بأسرع وقت. أرجو أن اليوم استفدنا من هذه المعلومة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وتكونون دائما دائما على حذر أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ونشوفكم في معلومة جديدة بحلقة جديدة. نشوفكم على خير، مع السلامة.